فاز مركز الاتصال الجمركي بشؤون الجمارك بجائزة ستيفي كأفضل مركز اتصال للعام 2022 عن الفئة البرونزية، وذلك في الفئة الرئيسية المبيعات وخدمة العملاء. وللحديث حول هذا الإنجاز معنا عبر الهاتف الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة، مدير إدارة التراخيص الجمركية وخدمة العملاء. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة، وهلا حدثتينا عن أهمية هذه الجائزة، وبالإضافة إلى طبيعة المجالات التي تستهدفها هذه الجائزة. مسيكم الله بالخير ومشكورين على هذا اللقاء. طبعا تعتبر جائزة ستيفي من أهم جوائز الأعمال، حيث أنها هي الأولى عالميا في تكريم وتقدير المشاركين على الإنجازات والمساهمات الإيجابية في جهات أعمالهم. وترتكز الجائزة على 8 فئات مختلفة، مثل جائزة الأعمال الدولية، وجائزة ستيفي لأخطر صاحب عمل، وجائزة ستيفي للنساء في الأعمال، ولعدم الإطالة هي جائزة ستيفي للمبيعات وخدمة العملاء اللي حازت عليها شؤون الجمارك لأول مرة، وبالأخص مركز اتصال جمركي كأفضل مركز اتصال لعام 2022 في الفئة البرونزية. نعم، ما هي أبرز المعايير التي استوفاها مركز الاتصال الجمركي لنيل هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق؟ طبعا هناك العديد من المعايير اللي استوفاها مركز الاتصال الجمركي، مثل تجاوز التوقعات باستمرار عند تقييم العملاء للخدمات المقدمة، والمبادرة في حل واكتشاف المشاكل والشكاوى، وأيضا النظر في اقتراحات العملاء والعمل عليها لتطوير الخدمات المقدمة، أيضا التميز في تقديم الخدمات وسرعتها، وأخيرا روح فريق العمل في تحقيق التميز في خدمة العملاء. وفي هذه المناسبة أود أن أتقدم بخالص الشكر لسيدي معالي فريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ومعالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك رئيس المنظمة العالمية للجمارك، على دعمهم المستمر لنا ولجميع منتسبي شؤون الجمارك لتقديم أفضل الخدمات والممارسات لجميع عملائنا وشركائنا. كل التوفيق لكم الشيخ منيرة بنت محمد آل خليفة، ومدير إدارة التراخيص الجمركية وخدمة العملاء، شكرا جزيلا لك.